بعد المباراه قال لك حاجه كده على الصبح؟ اه، ما كان قال لي اللي هو قاله لي يعني ان انا كنت ابقى ابعد عن الحكم في 3 4 4 عشان يبقى ليا كذا اختيار في الملعب، ان انا اروح لجوه او اطلع لبره او حاجه كده. فيعني كان بيقول لي ان مش فاكر هتبني ازاي. مباراه غير مباراه حلم النفسيه مهمه كبيره جدا على مستوى اللاعبين عشان يحققوا حلم كل النفسيه. شايف المباراه ازاي؟ المباراه صعبه جدا طبعا، عندهم صعب النفسيه صعبه جدا جدا. احنا بنقول طبعا عارفين هم برضه الناس اللي مصر كلها بتعمل مشكلة معانا، وان شاء الله ربنا يحقق التهكم بقى الاخيره بينكم كلاعبين كده بينكم وبين بعضكم بتقولوا ايه بتتكلموا فيه؟ اكيد طبعا عارفين ان دي اهم ماتش يعني في تاريخ الكره المصريه، كله مركز جدا، كله بيتمنى ان هو يشارك عشان يساعد في وصول المونديال. فكلنا طبعا نستنى ان شاء الله ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه لنا ونسعد بيها. اخيرا مباراه العوده هتكون بجمهور، لان فتره كبيره ما شفناش جمهور عندنا الملعب في توجه رساله الجمهور في هذه المباراه. بتمنى ان هم يساندونا في الملعب لغايه الجايه الاخيره، لا حتى لو مش ماشيين زي ما احنا عايزين، ما يستعجلش اللعيبه لو